بدوره أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2018 ميلادية في مملكة البحرين عكست ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحرية اختيار ممثليه. وقال رئيس البرلمان العربي أن هذا النجاح يعبر أيضا عن مدى الدعم الشعبي الكبير للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ورفض التدخل الخارجي في شؤون البحرين الداخلية. وبارك رئيس البرلمان العربي للبحرين نجاح تلك الانتخابات النيابية والبلدية والتي شهدت مشاركة شعبية غير مسبوقة وصلت نسبتها الأولية 67%.